السلام عليكم الورد والوريدات، العزاز الغاليين، الوليدات والبنيات، الرجال والعيالات، والخوت والخواتات، والميمات والاباء تاهما. مرحبا بكم، الف مرحبا، شكرا لكم على المتابعه ديالكم لينا، شكرا على التفاعل ديالكم معنا. لا، الله اللي غيجازيكم، الله اللي غيخلصكم، الله اللي غيعطيكم على قد قلوبكم وعلى قد نيتكم. والغدار والمنافق واللي ما فيه خير واللي كيقول الناس وما ما قالوش واللي كيدير الناس وما ما داروش، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. يا ربي كل من كيكون في قلبه الغدر وانت كتهضر على حسن النيه وهو تيشجل وهو تيخزن الاوديوات، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. خوتي، هذا الفيديو هذا جيت انا ما كنتش غادي نرد وما كنت غادي ندير لا فيديو لا حتى شي حاجه. انا البارح ناعسه كنسمع التليفون طططططططططط، كيجيوني سكرينات وكيجيوني المقاطع، واحد السيده ما بيني وما بينها غير الخير والاحسان، ما بيني ما بينها حتى شي حاجه، ما بيني وبينها حتى شي حاجه الا الخير والاحسان. ما هي جارتي، ما هي قريبه ليا، ما هي عائلتي، ما هي صاحبتي، ما هي حتى شي حاجه. هاد السيده هادي اخوتي، انا ماما فوفو، كانت قديمه ماما فوفو، هاديك عزيزه وغاليه، عزيزه وغاليه هاديك، شتي واخا تعايرني ما نعايرهاش، واخا تقول لي اللي قالت، هاديك كتبقى بنتي وعزيزه وغاليه، بنتي ولا اختي ولا كيف ما حسباتني، مرحبا والف مرحبا. انا اللي عزيز ودخل قلبي واخا يكون معطى شنو يكون بينها وبين سعيد. انا خرجت البارح قلت غير كلمه حق، انا واخا ماما فوفو خرجتي وقلتي لا قولي كلمه حق ما تنافقيش، انا ما نافقتش. انا هذاك السيد ما كنتش كنعرفو، انا هذاك السيد ما انا ما كنتش كنعرفو، كنت غالطه فيه، ولكن من اللي عرفتو راه قلت لكم عاشروا الانسان عاد تعرفوه ولا شدوا معاه الطريق، اللي بغيتو تعرفوه صادق عاشروه ولا شدوا معاه الطريق. المهم اخوتي، المهم ماما فوفو ما بيني وما بينها حتى شي حاجه، وهاد السيده حتى هي ما بيني وبينها حتى شي حاجه. البارح انا ناعسه عيانه، الحمد لله اللهم لك الحمد، انا مقابله بنياتي، مقابله خدمتي، مقابله ما كنضرب في حد، ما كيضرب فيا حد، اللي ضرب فيا دعيت الله ياخذ فيه الحق، واللي تابعني دعيت الله ياخذ فيه الحق. المهم كيجيوني دوك سكرينات، كيجيوني الناس داخلين عند سعيد كيكتبوا لي هذيك ام البنات راه منافقه، راه عيراتك، راه دواتفك، صيفطوا لي المقاطع ديال السيده، قال لك انا عايرت سعيد، انا عير سعيد ياك، وعندها عليا دلائل، وقال لك الا عطيتها لورد طلقهم، انا عطيك لورد قدام هاد الناس، طلقي التسجيل، طلقي اللايفات، الا خزنتيهم وسترتيني الهلا يسترك، طلقيهم في القناه ديالك، وبلا ما تبقاي تقولي هذيك اللي كتمشي عند امي نعيمه، قولي خديجه ام البنات. انا راني ماني صاحبه مشاكل، ماني صاحبه محاكم، ما لا ذكرتي سميتي راه غندعيك حقه، ما خصكش تذكري سميتي حيت غادا انا باش تعرفوني نيه، ما خصكش تذكري سميتي باش ما تشهرينيش. انا مشهوره بالكلام الطيب، مشهوره بحسن النيه ديالي، مشهوره عند الله سبحانه وتعالى بالدين وبالاسلام وبالصلوات وبالدعاء وبالركيع في الارض وبذكر الله في امي، ماشي في امي في غير المعاطيات وفي امي في غير التعواج في الناس، سمعتيني. انا مشهوره بلا ما تجبديني لا انتي ولا غيرك، الحمد لله تشهرت بايد الله والبداويه والمتتبعين ديالها، الله يخلف عليهم وخيرهم ما يتنساش. انا تقولي لي عيرت سعيد، انا عطيتك لور تلقي الاوديوات، ولكن بشرط تلقي الاوديوات ديالك انتي تنتي قدام هاد الناس، انا عاطيك لور وعلى تقليدي من هنا ومن هنا، يا ما تخافي ولا تدهشي، تلقي الاوديوات ديالك تنتي اشنو قلتي بسعيد، يلا. وباش تعرفي انا راه ما مخلويضاش وماشي، ما كنجمع لا اوديوات، ما كنجمع لا ما كنسجلش، حيت قلبي صافي مع الله سبحانه وتعالى، ولكن اللي فيه الغدر قلتها البارح في لايف، ما عارفاهاش هي واش كتعايرني، قلتها البارح في لايف، قلت لكم اخوتي اللي في راسو العجب وفي قلبه العجينه كيسجل وكيخزل اوديوات، سمعتيني. انا كنسالي كنمسح، ولكن من عند الله
هذاك الشيء اللي دايره مع السيده بقاو، حيت هذيك الجهه ديالها خاويه، حيت ما عندي معها حتى علاقه، ما عندي معها حتى علاقه. عيطت ليها خوتي السبب، خضات هي النمره، راه قدامكم واللايف باقي. دخلات عندي خالتي خديجه، خالتي هذه المره الطيبه، المره الحنينه، المره هذه انا خديت نمرتك، دخلنا عليك بالله الا ما جي عندي، وانا تانا غنجي عندك ونديروا فيديوهات ونضحكوا. وهذه راه صاحبتك اللي كتمشي معاك راه حدايا، ملي تكوني جايه عندها طرقيني صافي. من تما خوتي عيط لها مكالمه، سولت على امها، شتها خارجه كتبكي وكدير، وانا نقول الحنان واش عندي النمره ديال فلانه، قالت لي ما عرفتش. قلت لها قلبي راه واقيله عيطات لي شي مره، وشوفي واش كاينه عندي مقيدها ولا لا. قلبت حنان لقاتها، قلت لها نسولها على المهم مسكينه، راني شتها طالعه هابطه، وجات امها راني نعيط لها نسول. عيطت لها سولت على امها كي بقات، والله يشافيها والله يعافيها. وهي بكات وانا بكيت على المهم الامهات خط احمر، الله يخلي لها المهم والله يشافيها ويداويها. صافي بدات كتسرسر على سعيد، الله اعلم ما عطوش، قال 12000 ولا 10000 ولا هذا، صيفط لي 10 ولا صيفط لي هذا. المهم انا داكشي اللي قالت لي على سعيد ما غنقولوش، والله ما نقولو، حيت انا ماشي ما كنفضحش الاسرار، خليها تفضحيني. ها لا سترسيني لها لا يسترك قدام هاد الناس، ولكن خرجي حتى هذاكشي اللي قلتي انت، انا ما نقولوش، والله ما نقولو، حيت انا موعد الله سبحانه وتعالى عمر لي عاود لي شي سر ما نقولو، سمعتيني. ومن هنا كناشد سعيد، سعيد ولد امي نعيمه في الغربه، خديجه ام البنات عيراتك، وقالت لك وقلت لهاد السيده حيت كانت كتعطيك كتعايرك، ولكن انت حددت ليها السرعه، وانت زيدون ما كتبغيش الجبده، هي كتبغي الجبده باش ما تشهرهاش باش ما تطلعش ليها القناه. المهم راها حتى جبداتك ليا سعيد، هاد الميساج ليك انت. انا خرجتي قال لك عيرتيني وعيرتي لي امي، وما عرفت قلتي لاش مشات عند مزهره دير معاه الفيديوهات، والناس راه كدير عا مقطع، وخرجي عيريه وخرجي. هما ثلاثه الناس راه معارفين روسهم اللي كانوا التليفونات ما كيسكتوش. خرجي جاوبي على راسك، خرجي لهذاك الفاعل تارك، خرجي لهذاك مول الخربق، علاش كتخافي منه، علاش كديري منه؟ ما جاوبتهمش، قلت لها انا ما كندخلش، وفعلا قلتها لك قلت لك هذيك الايامات من عند الله ما بقيتش كندخل نتفرج فيك، حتى لا عيرتيني الله يسامح لك، ما عيرتينيش الله يسامح لك، ما كندخلش ما كنتفرجش، عيرتيني ما سمعتش. ولكن واخا كيجيوني السكرينات ويجيوني سميتو المكالمات، خرجي خرجي وحنا معاك. شتيني خرجت جاوبتك عيرتك، هذيك الكلمه قلتها ملي بقات هي قالوا داروا علاش ما درتيش هذا. قلت لها ودي هذه الكلمه قلتها، انا ربي فوق مني، انا عارفه ما غتخرجش هذوك الاوديوات، لا ما عطيتهاش لورد، انا عاطيها لك كلمه ما فوقها ما تحتها، كلمه ما فوقها ما تحتها. قلت لها عبرتي على هذاك المراوي، قلتها سعيد خنعك بالله الا ما سير دعيني، راني عايرتك، سير دعيني وخرج من جدني. وانتي هذاك السيد كون عارفك لايقه ليه كاع ما يبلوكيك، اللي تقولي انت تقيتيني بزاف عليك باش تقييني، وانت اللي تقولي قد حفيتي ايوا الناس غيحكموا، واقيلا لا شي وحده شي جده كتولد هي وحفيدتها في نهار واحد، يمكن تزدت انا وياك في نهار واحد، ولكن انت حفيتي انا راه وجهك، شوفوا الناس وجهي ويشوفوا وجهك، شتي لك انت حفيتي يشوفوا وجهي ويشوفوا وجهك، انا بلا مكياج بلا قلتي انت مرا كبيره عليا، كبرت بالصدق وكبرت بالثقه والامان، وكبرت مرضيه الوالدين، وكبرت على بنياتي، وجوجتهم وشد حفايدي، الحمد لله ولك الحمد، ولدت بنت 14 عام، ما بقيتش درت 50 عام عاد تجوجت عاد ولدت، سمعتيني، ولدت بنت 14 عام، 26 عام راني والدة بنياتي بربعة، سمعتيني يا أحفيدتي يا مومو هاكي رضيضيعة بيبغر، وأنا تقولي سيري قلبي على محتوى ما تبقايش لاصقة في نعيمة، أنا عندي المحتوى ديالي، عندي المحتوى ديالي، الهم هم اللي كاع النهار، وتي خاشية المخاد وتعيبي في لالا كيطا،
الهمهم كاع النهار وتطالي وجهك بالحموم وتعيبي في لالك خديجه، الهمهمك انت اللي كاع النهار وتي دايره طاقيه وفارمه سنتك وتعيبي في سيدك طيب اه وتعيبي في لالك مريم ولالك يسرى. ديري محتوى ديالك. احق انا كندير القصص وكندير التقليد، ايوا قلدي راه قلدي شي حاجه ما تقلديش الناس، ما ديريش المخاد. لالا يا طوم مسكينه انا على عرفت علاش دارك خاطرك، والله ما دارك خاطرك على فوفو. انا واخا عرفت تيرشرش راه كل واحد كيحب شي واحد الا على الماده. انتما كتعايروا البدوي كتقولي كتشكر سعيد حيت كيعطيها، انت علاش كتحبي ماما فوفو؟ انت قلتي لفمك قلتي كتوقف معايا في السبيطار وكتصيفط ليا وتعطيني ام سعيد مسكين عطى داكشي اللي قد عليه ما رضيتوش به. اي واحد صيفط لي سعيد ديك البركه اللي قد عليها ما رضيتوش بها، بغيتو الملايين. ايوا انا اللي عمره جاله وعندي ايتام تحيين ها سعيد ها وجهي وجهه، الا عمرو عطاني شي حاجه ولا عمرني قلت ليه عطيني العاطي الله ومن غيره كذاب. انا كنخدم بهذا كنضرب الكرفي وكنجيبه بهذا، ها ما نضل كاع النهار وانا نخبط في ميضه، ما نضل كاع النهار وانا نشقلب في راجلي دايره لي مسكين كي داك داك جاكي شان كاع النهار تتشقلبي فيه، ما دايره سميتو وجهي طاليه كاع النهار وانا دايعه من سطح الارض، ما دايره حتى حاجه، دايره محتوى نقي ومتتبعين نقيين والنقي تيمشي عاد النقي والمتتبعين كله يمشي فين بغا. سمعتيني كتصيفطي فينا جري وجري وجري وعاد كتبوا لي في التعاليق وجري وسعيد وولد مو نعيمه في الغربه راني عايرتك وراني مرمت بك اليوتيوب وراني ما خليت ما قلت فك واخرج عيرني واخرج ضرب فيا انا مزوقه فك باش شهرني يا سعيد ها العار لما خرج عيرني ورا انا خديجه ام البنات وبصوت وصوره وعيرتك وقلت لك قلت لها غزيتي في المراوي والحمد لله، ما قلت لك بزناز ما قلت لك شفار ما قلت لك قتال ما قلت لك حتى شي حاجه خايبه على داك السيد الحمد لله. الحمد لله الحمد لله على مي نعيمه حقا قالت لي ما انا كنقول لها هذه وهذه وانا كنجبد فيها وانا كنجبد فيها اه هاد الكلمه ما كايناش ما قلتهاش على نعيمه راه غادا تفضل ولدها ما تفضلنيش انا حتى الا قلتها حتى الا قلتها اه قلتها ساعات غادا بغا نقول نعيمه فضلت ولدها عليا انا وشنو فين كاين المشكل. نعيمه ماشي شغلكم فيها، يا ما حرجتو فيها يا ما حرجتو يا ما وصيتو يا ما قجدرتو ووالو ما صورتو والو. شتي نعيمه تقول لي لاصقه فيها انا نعيمه سدي الباب عليها سمعتيني عارفه اش كتدخلي لدارك. نعيمه كدرس الانسان وكتعرفو، ونهار اللي تقول لي نعيمه الباب الحباب حبس عمرك ما تشوفيني عافطه في فاس كله، واخا يكون عندي غرض في فاس عمرني ما نعفط فيه، وانا نعيمه كنمشي عندها بالصفا والنيه وبالقلب الصافي. وإلا عمرني سمعتو شي كلمه خرجت من فمي على نعيمه ولا على اسرار دارك، كل البيوت اسرار البيوت اسرار سمعتوني البيوت اسرار، كل واحد عنده اسرار في بيته. إلا عمر شي وحده ولا انت نيت قلت لك على البدويه اش دارت فيا ولا قالت فيا ولا شنو قصدها ولا منعتها ولا شنو كيديروا وراء الكواليس لا استرسيني لا يسترك. صافي هادشي اللي لقيتي تقولي راه فضلت ولدها عليا انا وراه هذاك مراوي يا الحمد لله ما لقيتي والو. باقش شتي قالت لي مرجعت رجعت قالت لي مقلبت ولقيت ايوا لا استرسيني لا يسترك الا ما خرجتيهمش انت. انا قلتها ليه وراني صيفطت ليه الاوديو اللي فيه ديك الكلمه راه صيفطتو ليه باقي عاد تسجيل تسجيل. انا ماشي بنت الحرام ما كنسجلش، انا ماشي نيتي ناقصه، انا نيتي الا دويت مع الانسان كندوي معاه بصدق ونيه ما كنسجل ما كنخزن اوديوات. سمعتيني تيك تيك كتسرسبي ليا خديجه هادي والداها الحره ومربيها الحره سمعتيني باش تتجبدي فيا وانا نسرسر لك والله واخا تهزيني في عماريه ديال الذهب وتقول لي قولي اشنو عند البدوي شنو عند ولد مو نعيمه ولا عند اي واحد. سمعتيني انا كنهضر بالنيه صادقه وعيط لك على امك وتقولي لا 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 عرفتي علاش ما بغيتش ندخلك لداري. انا مزاوقه فيك انا مزاوقه فيك الا ما دخليني لدارك. يا ما عارضين عليا ناس مرحبين بيا ناس ويا ربي عنمشي عندهم ويلقاوني بالتمر والحليب، ولكن الوقت ما عنديش. ولكن انتي باش تقولي انا انتي اللي قلتي لي اجي عندي وراكي كتجي عند بنت الحاج حدايا
جي عندي انت وياها ونديروا فيديوهات ونضحكوا ونلعبوا. قلت لك صيفطي لي هذاك الموقع والوقت اللي نكون غادا عند بنت الحاج نطرقك انا وياها. قلتها لك ياك، وباش تقولي لي لا 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 ما ندخلكش لداري، عيشك اخويتي انا ما يحصلش ليا الشرف نجي عندك. عاد من نجي عاد وحده مهاوشه كاع النهار يسعي في عباد الله؟ عاد من نجي؟ شوفي عا وجهك، انا وجهي دابا انا كنهضر على هذا المشكل، وشوفي وجهك انت كيفاش كتهضري في ملي يكون عندك مشكل. شوفي وجهك من وجهك، انا مرا شارفه وعندي 100 عام، ايوا شوفي وجهي من وجهك. المتتبعين حكمه، شكون عاطيه ربي النور وشكون عاطيه ربي المسخ. سيري يا لاله سيري، سيري يا لاله سيري، سيري يا لاله جمعي راسك وسيري ديري المحتوى ديالك انت وراجلك وانت واختك، وفرقي عليكم عائله طيب، فرقي عليك عائله طيب، كتاكلي في الخبز على ظهر طيب، ومراته مسكينه هذيك لاله واش دارت لك؟ انا عارفه ما دار قلبك لا على صاحبتك لا على والو، دار قلبك حيت خرجت واحد المره وقلت عيب، عيب لدوك الناس اللي كيعيبوا في لاله يطو. علاش هذاك الشيء عاطيه لي الله؟ مسكينه عندها لي غاز مريضه، وكديري انت المخاد هنا ودايره المخاد هنا وطالعه فوق الناموسيه وتلوزي. اه راجلك كيصور فيك دوي. ايوا اش غنقول لك؟ الله اللي غادي يحاسبني ويحاسبك. عايرتيني ما خليتيش فيا، انا ما نعايركش، انا ما تربيتش على هكاك، انا غير خرجت وقلتي واخا تخرجي تجاوبيني ما نجاوبكش، جاوبي ولا ما تجاوبيش انا رديت عليك بداك الشيء اللي قلتي، رديت عليك به كلمه بكلمه. وانا ما يحصلش ليا الشرف نجي عند قراناتك وانا ماشي قدك تي قد حفيتي، انا مرا شارفه عليك خصني نمشي عند الشارفات اللي بحالي. سمعتيني؟ والبدويه واخا ضلي تحرشي، وسعيد واخا ضلوا تحرشوا، راه ما تفرقنا على الموت. نطلع عند سعيد ونزغرت ونصلي على النبي، وسعيد مرضي وسعيد عزيز، وانتيا حيت عارفين السحور يا السحارين كتقولي ليه راه دير لك شي حاجه في الماكله، وشوفي العقل، شوفي العقل المكلخ، شوفي الوساخه ديال الناس، شوفوا الناس اخوتي الحقاره ديال الناس. وانا رقات ليهم وملي رحبت بيه ودخلاته وتقول ليه ولدي ولدي، وانا كناكل في جنابي وكنقول ليه قولي ليه راني قلت لك مراوي، قولي ليه راني قلت لك مراوي، قولي ليه. شتي سعيد؟ اي واحد كيعايرك، اي واحد كيجيو الناس، انا ما سمعتوش والله اخوتي ما سمعته، ولا دخلت عدو ديك الايام. انا اين فوا كنشوف الواحد قال لي شي حاجه ما كنبقاش ندخل عدو، اولا شي حد كيضرب في نعيمه ما كندخلش عدو. المهم سعيد حرشتوني نتوما عليه، وانتوما اللي صيفطوا لي المقاطع، وانتوما اللي قلتوا لي شنو قال فيك وشنو دار فيك، خرجي رضي عليه. قلت لكم لا، ماشي على وجه نعيمه، ماشي على وجه الله. هذاك السيد يلاه جاي يلاه دخل معانا، باقي ما عارفنيش، من حقه انا يصحابني تفرجت فيه، من حقه يخرج ويقول اللي بغى حيت انا كذبته. وانا الله شاهد عليا ما كنتش عارفاه واش كاين شي تنازل، علاش ما خرجتش نضرب فيه؟ ما كون كنت انا بنت الحرام وبغيت ندير البزبوز كي تقولوا نتوما، كون راني خرجت فيا وفي سعيد، ومع سعيد كي ندير المشرق ما عدو لا في طالع ولا في النازل، كون راه شرشمني، كون راه قناتي طلعات، باش تعرفوني انا باغا نطلع بشويه بشويه بوده بوده. سمعتوني؟ حيت انا خدامه باكتفاتي، كنجيب عرق كتافي، اللي جاتني عند اليوتيوب مرحبا والف مرحبا، احمد الله ونشكره. سعيد هذيك الساعه كرهته، كرهته، راه الحمد لله قلت لك على المراوي، حيت كون خرجت تانا تبعت كلامكم وخرجت انا نضرب فيه، كون راه العالم الله فين وصلت انا وياه، كون قناتي طلعات، ولكن الحمد لله ما طلعوش ليا عليه الجنون. انا ملي كنتعصب راه ما كنعرف ما نقول، الحمد لله اللي قلت هذيك الكلمه، ولكن ملي طلع عندي وكبر بيا قدام العالم واعتذر مني وقال لي سمحي لي، ان الله غفور رحيم، الله راه تيغفر لعباده، علاش حنا اللي ما نغفروش لبعضياتنا؟ سيدنا راه كيغفر للشعب ديالو، علاش حنايا ما نسمحوش لبعضياتنا؟ اشنو غنكونوا حنا تحت الارض؟ اشنو غنكونوا؟ اشنو غنكونوا؟ ابقار ضيع في الارض ونهار الممات راه كلشي غيمشي تحت التراب، علاش ما نرضاوش بعضياتنا ونسمحوا لبعضياتنا؟ علاش نخرجوا نضربوا في بعضياتنا على اليوتيوب؟ الله ينعلبوا هذا اليوتيوب، الله ينعلبوا هذا اليوتيوب اللي كحل القلوب واللي نوض تخلويض واللي نوض الفتنه، خلى الناس كتضحك علينا. ملي عرفت سعيد على حقيقته حبيته، ولا
بحالو بحال البدويه بحالو بحال بنياتي، والله شاهد عليا. وإلا كذبت العواشر هذه ما غنبقاش كما قالوا لي بناتي ادعي على راسك، الله ياخذ فيا الحق والله يحاسبني. سعيد من اعز الناس عندي في قلبي، لا هو ولا مراد ولا البدويه، اعز الناس عندي. هذاك السيد كيشوف الحاجه كيعيط لي يقول لي هذاك الفيديو الفلاني هذيك الحاجه ديري هذه ديري هذه، ما تعرفش حنا شي حاجه تعيط لي هو ويصال كيورينا. الله يعمر ليه الدار والله يحفظه والله ينصره والله يغلبه على من عاداه والله يعطيه ان شاء الله يا ربي تيرضيه. وبغيت قناتك سعيد بغيت تطلع للملايين ماشي على المليون، طلع ل 20 مليون يا ربي الحبيب. انتوا الصادقين وانتوا المرضيين والمهديين والمسقيين بالرضا كما انت واقف هاد الوقفه مع اي واحد وكتعطي من جيبك، وكاين اللي ما قرش فيه وكاين اللي ما قنعش بداك الشيء اللي صيفطتي ليه كيسحابوك كلك، راك كطردك بالفلوس. الحمد لله عندك رزقك، ولكن راه عندك ست الوليدات وعندك مصاريف وعندك ضرائب وعندك بزاف ديال الناس اللي كتساعدهم، ولكن هاد الناس اللي دلاو ريوقهم عليك وكانوا كاع نهارهم الو سي سعيد الو اخويا الو، عطيتي داكشي اللي قسم الله ما رضاوش به، بغاو كثر بغاو كثر. ولاو قال لك تعيط لهم في رصاصات الليل، اللي باغي تطلقها من راجلها، اللي تعيط وكتقول ليها خرجي ضربي في فلانه وفلان، قال لك انت كتعيط ليها وكتقول لها خرجي ضربي في اش عارفوني انا ما كنعقلش على داكشي اخوتي اللي تاع الكذوب. ترجعت انا الفيديو الاوديوات، ترجعت انا الاوديوات وغنشوف. المهم ترك عارف وهي عارفه، قال لك كتعيط ليها وتقول لها خرجي ضربي في ما عرفتش في من، ما نكذبش نقول لكم هذا شي واحد كنتي تقول لها خرجي ضربي فيه، وكنتي كتعيط لها في نصاصه الليل واش ليها هي ولا لامها. امها قالت لك مسكينه مريضه الله يشافيها ويقعد بوسادها، بكينا معاها وسولنا عليها، ولكن ملي تقييتيني لقيتيني ضريتك في قلبك وتقييتيني ضريتك في قلبك، حيت ما لقيتيش فيا داكشي اللي بغيتي، حيت سولتيني على البدوي وسولتيني على سعيد وسولتي وسليتي ليا لساني قلتيها بفمك، قلتي لي انا كنهبش فيك وما ما ما لقيتيش عندي داكشي اللي بغيتي، ما لقيتيش الجواب ديالك. انا كندوي معاك بصدق وانت كنتي قلتيها بفمك كتهبشي فيا باش انا نتقيع لك ونقول لك داكشي اللي كاين، ولكن ربي كبير الحمد لله اللهم لك الحمد. وانا قدام هاد الناس اللي عنده شي تسجيل عليا لا على نعيمه البدويه ولا على سعيد وسترني وهاد العواشر لا يسترو، انا عاطيكم الورد قدام هاد الناس اللي ما خرجش اوديو ولا تسجيل عنده ما نسمح لكم لا دنيا لا اخره. وهذا هو الكلام ديالي، وانا نعيمه ما تفرقني معاها عن الموت. راه قلت لكم واخا تجري عليا من الشرجم ندخل ليها من تجري عليا من الباب ندخل ليها من الشرجم، حيت نعيمه مسكينه فعلا عندها ودينا اللي عيط لها الواحد دغيا كتقلق وكتنفجر، ولكن الغد لي كتسمح. يا ما غلطوا فيها يا ما عيروها يا ما سبوها يا ما مرمدوها، وبقالوا ولا فيديو خرجوا داروه راه سمحت ليهم وراهم معاها دابا كيسمن مع العسل. غير خرجي قولي غير خرجي ولوحي داك اللي مسجله ولوحي الاوديوات انا مزوقه فيك والعار تاع ولدك هذاك اللي قدامك الا ما لوحي كلشي، خلي لوحي طردقي طردقي لوحي لوحي وسميني سمع حقا تخافي تشهريني. لا قولي تاتي على الشيفوره الناس مساكن طالعين كيقول لك تي شكون ما شكون، لا لا ماشي هذيك الا اييه هذيك اللي كتمشي عند نعيمه، عا سميني قولي الشيفوره قولي الشارفه تاتي، ياك انا كبر منك قد حفيتك تي قد حفيتي قولي هذيك الشارفه جده قولي حنا. الحمد لله وليت حنا وباقى بوقوصه وباقى النار ها ردتو صغارات الله يسر وجه ما يتشابه الاخر. يلا بركه عليك هذا هو جوابك، وتا انا راه من اليوم انا عطيتك عخو جوابك، وراه ما عمرك تشوفيني هضرت عليك وانا ما كنتفرجش فيك وما كندخلش عندك وما كيعجبنيش داكشي. علاش؟ حيت كديري على ظهر الناس، كتعيبي في الناس وكتعوجي في الناس وكتضربي في الناس حشومه، تعيبي في لالاك مريم الزينه الطاوله والحداقه والوجهها، تعيبي في لالاك يطو اللي والده الرجاله والده العيال تتبرك حدا السي الطيب كي الاميره، ولكن هذاك مرض مسكينه عندها ليكاز كتعيبي ليها في كرشها وبزازلها دايره مخده على مصاصتك ومخده فوق كرشك، راجلك يصور فوق وتهزي فوق الباط فوق الناموسيه. الله ينعلي ما يحشم. يلا سلام عليكم.